السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نهار جديد معكم يسرا من قناة يسرا بن. اليوم كما شفتوا بالعنوان انا علمك بنك رمضاني. المهم قبل ما نبداو الفيديو كيف ما ديما ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تخليو شي تعليق باش تحفزوني، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم اذا عجبكم. ويلا نبداو المكبر ديالنا. شكون اللي ما قبلش يشترك؟ اللي باقي يشترك فيه يشترك. بركة علينا الهضره ويلا نبداو. امسكم فوز باش تسمعوا، نحاول ما نهضرش حتى تحت النصائح ديالكم. قلت لي ما يتبع المقبل تحاول ما تهضرش بزاف، انا اصلا هضره بزاف. اوكي اوكي يلا نبداو. اول حاجه دابا المغرب البنات، ف بحكم انني ما كنشربش الحرير وهذا، فديما كنفطر بعدي سيد كيعرف، ما تستغربوش هذه حاجه عاديه. حتى الطبلي فاش قلت لي الحرير وداك الشيء كنحتاجني نتلاها حتىش أول مرة كنتلاها هاد العام. شفتها محمد شو قبالة سنيهو هادي. مثلا كوفا هادي ميتو انا اخترعتها، سمي هاد الوالد في اسمي فين هذاك داكشي لي طاح. اتس اوكي كملو شوية جيتي مايونيز. احيانا اخترعاتي كتكون perfecto.
تفهمنا أحط لكم فيديو ديالها من ورا هذا مشيش أكدوا أنكم تكونوا في فعل جلس إشعارات صلبوا بلادي مرمش بصعب الجلس شريت تلاح وكانت من الناس تصدق حلوة فيش أول تلاح هذا العام تحية ديال الدلاح بغيت تخرج حلوة تعرفوا شحال كنت فيا فاش كنت صايمة غريب كنت فيا إذا بان ليكم راه فريمون طريقة الصيام ديالي ماشي صحيح حيتاش كنشرب كلشي بحكم أنني مكنشربش الحريرة ف أحيانا كنعوض الحريرة إما بشرب العدس ولا أغلبية كتكون إندومي هاجي ماما فكرة كلام خبا عنا كتا كلام خبا عنا وكتقول في فيديو فضيحة الأمة اوكي كنحن براسي خالص بزاف د الحاجة اوكي كنبغي بينا عارفين داك الشعور دومي ملي كتكون صايم كيبانو بزاف حاجة كتشعر عندي بحالي خويا في الكومنتار فاش كيكون صايم كيبانو له بزاف الحوايج اللي ديجا ما كياكلوهمش في الواقع كيبانو له كيوليو يعجبك ملي كيفاش كيكون صايم you
بصوا احسن حاجه فيها يمكن تسالوك كده في ديك النقطه دي. بيرفكت اوكي انا كان حماق لشيء اسمه والبخاء انا كانت تعجبني بشويه اكثر. إذا خلط الماكلة غالبا هذا كيكون سبب أنا اللي كنزيد في الوزن في رمضان. دائما كنزيد في الوزن هذا ماشي بروفيشنال. غالبا ما كنزيد في الوزن أنا في رمضان اليوم حيت كنبغى كنخلط الماكلة. على فكرة هادو أنا اللي صوتهم ولكن نسيت نصور لكم شي فيديو. عارفة راسي حقيرة أنا زعما بغيت نعلم هاد اللعب. زعما حيت أغلبية المتابعين ديالي كاينين بين 12 و26 كاين 26 اللي مزوجين ولكن أغلبية المتابعين ديالي وقيستي بين نتعلم كلام مع بعضنا. حس انا ماشي زعما ديك المعلمه جابك الله يخليك. سواء كان هذا الفيديو ديال اليوم بغيت قبل ما نخرج من داك نعمل لكم مكبانك رمضاني حيت هادشي كيعجبكم وانتوما قلتوا لي من الفاو حاولت نعمل لكم مكبانك رمضاني. وبسلام عليكم نتلاقاو في فيديو جديد نهار